لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. من وحي عيد دخول سيدتنا والدة الإله إلى الهيكل، كتب سيادة المتروبوليت سلوان أونور: في العهد القديم كان رئيس الكهنة اليهودي يدخل مرة واحدة في السنة إلى هيكل سليمان، لكن مع دخول العذراء إلى هيكل الرب فنعبره عندما نصون وصايا الله عاملين على اقتناء الفضائل المسيحية. إذا استطعنا الدخول يوميا من هذه الأبواب السبعة، نستطيع العبور في نهايتها إلى أورشليم السماوية، إلى ملكوت السماوات. آمين.